السلام عليكم ورحمة الله وبركاته مشاهدينا الكرام، وأهلا بكم في حلقة جديدة من برنامج نسوة كربلاء. كل الذين قتلوا مع الإمام الحسين عليه السلام أصروا على تحمل مسؤولية الوقوف إلى جانب الحق ونصرة الحقيقة، وكان للمرأة دور كبير في مراحل المواجهة والسبيل. وفي حلقة هذا اليوم سنتحدث عن أم سليمان. مشاهدين العرب حتى في العرف الجاهلي كانوا يأبون ويستنكرون من أسر المرأة وضربها، فليس ذلك من المروءة ولا الرجولة ولا البطولة في شيء، لذا ترفعوا عن سبي النساء العاديات، فكيف بالنسبة للكريمات؟ ولا ندري بعد ذلك أين بنو أمية من الأعراف القبلية، ثم أين هم من الأحكام الإسلامية؟ وقد سبوا حرائر الرسالة وكرائم العرب في كربلاء، لا دين يمنعهم عن ذلك، ولا حياء ولا شهامة ولا إباء ولا حتى عروبة ولا جاهلية. وقد دعاهم الإمام الحسين عليه السلام إلى خلق إنساني عرفته العرب قبل الإسلام، تنزلا منه سلام الله عليه معهم، حين صاح بهم في ساحة كربلاء: يا شيعة آل أبي سفيان، إن لم يكن لكم دين وكنتم لا تخافون المعاد فكونوا أحرارا في دنياكم، وأرجعوا إلى أحسابكم إن كنتم عربا كما تزعمون. وإن من بين السبايا نساء فاضلات عرفنا بالجلالة والمنزلة الرفيعة في المجتمع، وقد رافقنا الإمام الحسين صلوات الله عليه في سفره الإلهي المقدس إلى طف الشهادة بكربلاء، بعد أن ناصرنا إمام زمانهن وقدمنا فلذات أكبادهن، واخترنا الأسر مع العقيلة الكبرى زينب وعائلة سيد شباب أهل الجنة. كبشة أم سليمان مولاة الإمام الحسين عليه السلام. كانت رضوان الله عليها عالمة فاضلة من ربات البر والإحسان، اشتراها الإمام الحسين عليه السلام بألف درهم، وعاشت في بيت إحدى زوجاته وهي أم إسحاق بنت طلحة التميمية. وقد تزوج كبشة هذه أبو رزين فولدت منه سليمان الذي قدمته بين يدي سيده وإمامه ومولاه الإمام الحسين عليه السلام مجاهدا ثم شهيدا. وقد خصه الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف بسلام خاص في زيارته لشهداء كربلاء فقال: السلام على سليمان مولى الحسين بن أمير المؤمنين، ولعن الله قاتله سليمان بن عوف الحضرمي. وسليمان هذا هو الذي أرسله الإمام الحسين صلوات الله عليه بكتب إلى رؤساء الأخماس والأشراف بالبصرة، حيث كان عليه السلام ما يزال في مكة قبل انطلاقه إلى كربلاء، هكذا ذكر أرباب السير والمقاتل. فجاء سليمان بالكتاب بنسخة واحدة إلى جميع أشراف البصرة، وقيل بأن المنذر بن الجارود قدمه إلى عبيد الله بن زياد حينما كان واليا على البصرة، فأمر بضرب عنقه. أما أمه كبشة فقد قدمت مع الإمام الحسين عليه السلام إلى كربلاء، وشاهدت كل ما جرى على آل الرسول من مصائب ورزايا، وصبرت واحتسبت وانضمت إلى ركب السبايا من آل محمد صلوات الله عليه وآله. إلى هنا مشاهدين الكرام وصلنا وإياكم إلى ختام حلقة هذا اليوم من برنامج نسوة كربلاء، وأعظم الله لكم الأجر، وإلى اللقاء.